طبعا الجهاز التنفيذي بلدية الشمالية على ما يقومون به لحملة طبعا توعوية في ساحل البدية اليوم، نبيع حلوة ونظيفة، نطالب من المواطنين النظافة والمحافظة عشان تتم بلدنا حلوة ونظيفة كما هو شعارنا في البلدية ومجلس البلدية. أخوكم أبو عمير وأخواننا من أعضاء البلدية وجاي متطوعين، ونعطيكم إرشادات رجاءً محافظة على نظافة السواحل جميع السواحل، لأن مسوينهم حقكم أنتم وحق عيالكم. نشر مثل هالكتيبات اللي فيها نبيع حلوة ونظيفة، شعر حلو، نحث المواطنين جزاهم الله خير على الاعتناء بهذه الممشى والمحافظة عليه، ونشكر بعد الفريق التطوعي دائما بدير سلمان جزاهم الله خير دائما حاضرين في هذه المواقف. أتمنى يعني من المواطنين المحافظة على هذا الساحل بشكل عام، وما شاء الله يعني الساحل جدا جميل ونظيف صراحة، يعني ما عليه أي كلام هذا الساحل اللي بديه كلش، يعني بصراحة أزوره على طول يعني، بس ما شفت منه أي سلبيات.